الأنوار. الفكرة بدأت بعد ما الناس بدأت تشير لي حاجات على السوشيال ميديا بعد اشتهار صورة الشقلباز الشهيرة في فرحة تأهل مصر كأس العالم، كان من ضمنها نهائي أمم أوروبا بين تركيا وإنجلترا لأصحاب القدم الواحدة. ومن هنا بدأت الحلم يتولد من جديد، إن احنا عندنا رياضة ليها كأس عالم، ليها كأس أمم أوروبية، ليها كأس أمم أفريقية، ليها دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج، بس احنا مش موجودين. فمن هنا بدأت أتكلم عن الفكرة في أكتر من تكريم ليا، وقلت إن أنا يا جماعة هنأسس لعبة كرة القدم في مصر وللمبطورين. كرة القدم دي بالنسبة لنا هي العشق، هي زي حالنا حال الشعب المصري، احنا بنشرب وبنتنفس وبناكل كرة قدم. عايزين بقى الدور بقى بتاعنا، احنا بنعمل كده، انتوا يا مسؤولين ساعدونا ان احنا يكون عندنا اتحاد او جهة رسمية تدافع عننا، ناخد حقوقنا منها. احنا برضو يعني معلش كلنا اصحاب بيوت، بنتمنى ان الدولة بكل مسؤوليها تهتم بينا شوية. احنا مش اقل من فلسطين، احنا مش اقل من تنزانيا اللي عندها اتحاد، احنا مش اقل من انجولا، بل بالعكس. انت يا كابتن ايهاب شفت اللعيبة، لا شفت المواهب اللي هنا، لا انت لو في اهتمام هيبقى في منتخب، نوعدكم ان هيبقى كاس العالم باسم مصر، كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. لعيب بيجي لي يا دوب بيمشي بالعكازين، انت بتعلمه ازاي يتحرك، يجري يعمل سبرنت بالعكاز، دي بتاخد صعوبه كبيره قوي. بتعلمه يتحرك ازاي في الملعب، يستلم ازاي، يسلم ازاي، تعلمه المهاره، كل دوت اكنك بتعلم ولد صغير سوي. فدي طبعا بتاخد صعوبه بالغه يعني، فاحنا بنتعب وربنا يكلل مجهودنا بالخير ان شاء الله. طبعا انا التحقت بمنتخب المعجزات عن طريق السوشيال ميديا طبعا مع كابتن محمود، والحمد لله ربنا وفاني، ويعني بقيت من ضمن يعني الحراس المميزين معايا كابتن سيف والكابتن امين والكابتن احمد عبد العظيم وكابتن محمود، والحمد لله احنا بنتنافس ان شاء الله منافسه شريفه، ان احنا ان شاء الله نوصل لحاجه جميله احنا عايزينها. احنا عايزين نحقق اسم منتخب مصر. كابتن مدحت شلبي طبعا من الناس المحترمه جدا، ومساء الانوار من اقوى البرامج الرياضيه اللي بيتميز بها كابتن مدحت، انه بيسيب صدى في اي مكان بيشتغل فيه. انا بقول لكابتن مدحت، يا كابتن مدحت ايدك معانا، ايدك بايد. هو الدعم هيبقى بكذا شكل، دعم معنوي اولا، محتاجين كل الناس تشوفنا، محتاجين كل الناس تفهم يعني ايه واحد بيلعب بعكازين ورجل واحده، محتاجين دعم مادي. يعني لغايه دلوقتي احنا الاتحاد تحت التاسيس، عايزين نعمل منتخب زي ما قال كابتن امين، احنا مش اقل من تنزانيا، فلسطين واخده الفكره مننا. المفاجاه بقى ان احنا عندنا الفرقه دي من سنه 70، يعني احنا اول ناس او اول فكره كانت طالعه من عندنا. من صغري انا كنت هاوي كره قدم، كنت بالاول كنت بلعب حارس مرمى، وبعد كده بقيت العب مهاجم، وحبيت ان انا اكون من الفريق ده. بس بعد ايه بقى، بعد الحادثه ما حصلت لي كنت ايه بدات ان انا يأس، بس ما لاحظت ان انا ايه مفيش حاجه قليله عن اي حد. لسه عندك العزيمه؟ عندي رضا وعزيمه، فبقيت انزل العب مع اصحابي وكده في الشارع، وبعد كده بقيت اروح معاهم ماتشات في النوادي وكده، وبقيت حابب ان انا العب كره قدم. انا عايز ان احنا نتشاف في جميع الجمهوريه، وعايز ان الناس تعرف ان في فريق معجزات، وفريق ان هو قادر على كل حاجه، وقادر ان هو يجيب كاس ويجيب كل كاس عالم وكاس امم افريقيا، وقادر ان هو يلعب، وقادر ان هو يتحدى الاعاقه بتاعته، من رغم ان في ناس عندها مشاكل ماديه، وفي ناس عندها مشاكل معنويه، وفي مشاكل نفسيه كتير من جانب المجتمع. كلنا موجودين النهارده عشان ندعمك ونقف جنبك، بس انت اكيد في حد تاني واقف جنبك، وهو واقف جنبك دلوقتي اللي هي ماما. قول لي بقى، ماما بتدعمك ازاي؟ يعني هي بتفرحنا على طول، ما بقولها على اي حاجه بتجيبها لي، ما بتاخرش عني حاجه يعني، ودعمنا على طول، تقول لي كلام حلو وكويس، ووقفت جنبي وانا في المستشفى برضو وما سابتنيش. شايفه ان اللعب والرياضه بالنسبه له غيروا من معنوياته ونفسيته درجه كبيره 360 درجه مثلا؟ طبعا اكيد ده غيرت يعني 360 درجه، لان كان الاول طبعا واخد جنب لوحده، فانا حاولت اقول له يعني انت مفيش حاجه فيك ناقصه، ده ابتلاء من ربنا، ده حب من ربنا. فطبعا الحمد لله ربنا عداه على خير وبدا يستجيب. يعني اي حد من ذو الاحتياجات الخاصه بتدي له نص الفرصه بيعمل اي حاجه. يعني احنا قله بس عندنا شباب
شباب بتلعب حلو جدا. انا كان جالي احتراف من تركيا، انا ومحمود عبده، محمود عبده سافر، انا ما سافرتش، كان في شويه مشاكل عندي اسريه فما سافرتش. فانا بحلم ان انا اكمل هنا، انا حابب اكمل في مصر، نفسي اعمل دوري مصري يبقى فيه اهلي وزمالك واسماعيلي، انا نفسي في ده. انا بحلم ان كابتن مدحت يعلق لنا على مباراه او يعني يعمل لي استوديو تحليلي، نفسي، انا بحلم بده والله العظيم، نفسي. يعني احنا ليه ما نعملش كده؟ يعني مش عشان حصل لي الحادثه فكده خلاص اركن على جنب، لا، انا بحلم ان انا اكون لاعب كره قدم لذو القدم لوحده. يا مساء الانوار. شكرا جزيلا، تقرير مميز من زميلنا إيهاب النحاس، تسجيل وانطلاق اول دوري لمبتوري الساق، اول دوري كره قدم لمبتوري الساق. شباب زي الفل، شباب جميل ورائع ومشرق، والله العظيم حاجه تفرح، اقسم بالله. واجمل حاجه في الشباب ده ان هو بيتحلى بالعزيمه والاراده، شيء جميل. وبعدين حريفة قوي كلهم، قوي الله العظيم. لو أتيحت لي فرصة أقسم بالله أستأذنكم واجي ألعب في وسطيكم ماتش، ألعب شوط هنا وشوط هنا، وحاجة في منتهى الجمال وحاجة في منتهى الروعة اللي في الدنيا الحقيقة. أثروا فيا جدا، تقرير ممتاز جدا جدا. أنا هنا بأناشد الدكتور أشرف صبحي المحترم، بشكل أو بآخر لابد أن يرعى هذا النشاط، لابد أن يرعى هذا النشاط، هذا النشاط يستحق الرعاية. ومن جانبنا إحنا مستعدين تماما هنا في القاهرة والناس وفي مساء الأنوار إن إحنا نغطي هذه المباريات. أولا عشان أكون صريح جدا، هذه المباراة واللقطات اللي أنا شفتها دي ممتعة للمشاهدة، لعيبة كرة حلوة أوي أوي أوي، بيرقصوا وبيشوطوا وحاجة جميلة ككرة قدم، يعني جانب الإمتاع متوفر في مشاهدة هذه الفقرة جدا والله أقسم بالله. والأمر الثاني أن هؤلاء الشباب جديرون بالرعاية. أنا برجوك يا دكتور أشرف بشكل أو بآخر ارعى هذا النشاط، دول شباب مصر ويستحقوا مننا كل الاهتمام. وإن شاء الله لو ده حصل وهتعلمنا بيه هنتابع معاك ونرصد لقطات جميلة ومطولة ونزاعها عندنا هنا في مساء الأنوار، وزي ما قلت نروح ونحضر معاهم ونعلق زي ما شاب من الشباب الجميل طلب، نعلق على مباراة ونسجلها بصوتنا ونزاعها عندنا هنا كاملة، كل اللي انتوا عايزينه والله العظيم، كل اللي انتوا عايزينه. بس يا دكتور أشرف الدينة لمح الضوء في الاهتمام، اهتمام بشكل أو بآخر، انت أدرى بلوائحك وشؤونك، لكن لابد من رعاية هؤلاء الشباب بأي شكل من الأشكال.